الماركتينغ حتى في ظل الكورونا وفي ظل كل به هو سلبي، ديما الايجابي موجود، ديما الناس تحاول تخلق الفرحه، وهذا اللي خلينا نستمروا، هذا اللي يعطينا برشا انرجي. وديما انا نحكي على الطاقه الايجابيه لانها مهمه جدا ان نكونوا معبيين بالطاقه الايجابيه، ان نقدموا، ان نعملوا اختراعات، ان نحاولوا ان نعاونوا بلادنا، ان نحاولوا ان نرفهوا على الناس، راه كل واحد والدور نتاعو شويه شويه، ان شاء الله نتجاوزوا الازمه هذيا. وهذاك علاش فما شاب حكيت لكم عليها من اول حصه وقلت لكم بالحق راهي قدمت حاجه مزيانه برشا، رفقه زميلها تزيد تحكي عليه هي اكثر على المبادره نتاعهم. نستقبلوا وهيبه بن علي صاحبه مؤسسه اللي النشاط نتاعها كان نوع وتحول النوع اخر يتماشى ويعاون في الوضع هذا. وهيبه صباح الخير، اهلا وسهلا. مرحبا، صباح النور الناس الكل، ان شاء الله الناس كل بخير، وان شاء الله تعدي علينا هالازمه هذه، قلت ربي باش نخرجوا منها اقوى بحول الله ان شاء الله. وهيبه، باهي وهيبه، خلينا نتعرفوا عليك ساعه، نتعرفوا عليك شنو التكوين نتاعك، نحكيوا شويه شويه على الشركه، ومن بعد نجيو لهالانتاج العزيز اللي موجود اللي بالحق راهو عنده قيمه كبيره. En fait, انا وهيبه بن علي، جو سوي ماركتور دو فورماسيون، يعني تسويق. J'ai une expérience dans beaucoup de boîtes, le marketing essentiellement. Où dernièrement, ça fait un an, ملي عملنا زوز شركات انا وشريكي قاسم برخيس اللي هو جوستومون تحيه لي موجود في التشريع والتصوير في الكواليس، هو تحيه لي شريكي في المؤسسه نتاعنا وشريكي ايجالمون في هالمبادره اللي هي ما عندها حتى علاقه بالاكتيفيتي نتاعنا. نحب الساعه العباد يعرفوا شنو الاكتيفيتي، شنو المؤسسه نتاعكم كانت تعمل. هذا اكزامبل للعباد، راهو معناتها العقل التونسي قداش يتبدل، معناتها من نشاط يكون بعيد جدا على اللي تعملوا فيه توا الى نشاط في صلب الحدث اليوم. به هو النشاط هذه راهو جاي في اطار مبادره، معناتها ما عنده حتى اوكان اوبجيكتيف لوكراتيف، معناتها ما عندنا حتى انتيغي وراه، لو سول انتيغي هو نحميو الاطار الطبي والشبه الطبي. دونك احنا المؤسسه نتاعنا اوتوماتيكمون وقفت بالوضع اللي احنا فيه اليوم. دونك هي شركه نتاع كوميرس انترناسيونال، والاخرى سوسيتي دو فونت اون ليني دو برودوي ناتورال اي برودوي ارتيزانو. دونك اليوم احنا لي زاكتيفيتي نتاعنا وقفوا، قلنا احنا عندنا القدره وعنا لا كاباسيتي باش نعاونوا، خاصة كونو احنا نتبعوا في الوضع ملي بدا في مبديه في الصين. عندنا لي بارتنير نتاعنا وعندنا لي فورنيسور نتاعنا في الصين اللي نتعاملوا معاهم، دونك نعرفوا شنو اللي صار من الانطلاقه نتاع الوباء هذيا، وشفنا شنو هما لي مويان اللي تحطت باش حماوا الاطار الطبي والاطار الشبه الطبي نتاعهم. دونك وقت اللي اون سي موبيليزي لهالمبادره هذيا اون كونيسونس دو كوز، نعرفوا شنو هو المبادرات اللي نجمو نعملوهم باش نساهموا حتى من البوزيسيون نتاعنا ان طونك اون بتيت ستركتور، ان طونك دو بيرسون بينيفول، معناتها ويحبوا يساهموا في حمايه الاطار الطبي والشبه الطبي. هي المبادره نتاعكم ثنائيه الابعاد الحقيقه، اول حاجه انه الشركه نتاعكم ما تطيحش، ما تقفش، تقعدوا تخدموا، تقعدوا تسوقوا، هذا المطلوب اليوم في الاقتصاد التونسي، خاطر فما ناس وقفت كاريمون، يعني مشى النشاط نتاعها ما عادش تنجم تعمل بديل للنشاط. وثانيا انكم تساهموا انكم تحميوا الاطار الطبي وتحميوا الناس وتحميوا الصغيرات، وهذا المهم. كان شي في بالك نهار باش هكا تبدل النشاط نتاعك؟ معناتها نصورك انت شاده ثنيه، عندك عامين مازلت باديه تتسمى انت وقاسم، لكن ما كانش في بالك نهار باش النشاط نتاعك يمشي للحكايه هذوما. باهي شوف، انا جوست باش نعمل تعديل صغير بارابور ساعه، مش النشاط اللي تبدل. اي احنا سيت اون انيسياتيف بينيفول. دونك احنا هذايا نصنعوا فيه عند ناس تشري لا ماتيغ بروميير وناس تصنع لنا، معناتها مش بدلنا النشاط نتاعنا، سي تري امبورتون. الشركه نتاعكم واقفه، حطينا واقفه الشركه كستركتور جوريديك واقفه. انت عملت مبادره بينيفول باش نعاون، هذايا الارقام اللي كنا نحكي فيه ما عنده حتى علاقه، سو ني با ابوت لوكراتيف دو تو. ايوا داكوردو، احنا عندنا الكاباسيتي وعندنا لو ريلاسيونيل وعندنا القدره باش نحضروا هالشيء هذايا، وعندنا ايغالمون لي زوتوريزاسيون نيسيسير باش نتحركوا ونتنقلوا ونهزوهم ديريكتومون للسبيطارات للناس المعنيه بالامر. دونك احنا اون اوبتي، خيرنا باش نكونوا اون كونتاكت ديريكت مع السبيطارات باش نوفروا للاطار الطبي ديريكتومون. معناتها فما شكون قالوا لنا انتم فوز افي شوازي لو سيركوي باراليل نتاع الوزاره، الوزاره الفي سكيل بو فيغ. دونك اليوم احنا عندهم دي بروسيدور اون كومبرون سا، وعندهم معناتها تطويل ساعات باش توصل المدد للناس اللي سور تيغان وموجود الفيروس قاعد يدور. دونك احنا اونتر تون قلنا اون بو با ريستي لي برا كروزي، لازمنا نتنقلوا، لازمنا نوفروا الحمايه
الحمايه الكافيه للناس هذوما اللي هما ديجا سور تيران اي سون كونفرونتي ديريكتومون للفيروس. عم تعرفوا كيفاش تعرفوا الطلبيات كيفاش تعرفوا اللي معناتها السبيطار الفلاني محتاج اكثر من الفلاني، خاطر نعرفوا اللي ربما حتى في التوزيع وقعت اشكاليه انه ناس محتاجه اكثر من ناس تمشي للاطار هذا وما تمشيش لهذا. دونك كيفاش قاعدين سهل برشا. احنا وقت بدينا المبادره نتاعنا دايوغ تون بعد نحكي لك على الديتاي كيفاش بدينا، توجهنا اول حاجه للمندوبات الجهويه. دونك اول حاجه قالوا لنا اعطيوني جو دي نيمبورت كوا ان نومبر اكس. من بعد وقت اللي عملنا لا بروميير اكسبيريونس لقينا قلنا لهم وين باش توزعوا، اون ايو لافورماسيون، كي جينا نشوفوا سور تيغان كونكريتمون ما لقيناهمش. ايوا دونك اش عملنا؟ ولينا نطلبوا قوائم قوائم اسميه نتاع الناس كي فون اون بينيفيسي. دونك لو نومبر إلي ديجا بري ديفيني. فهمت؟ داكوردو؟ دونك انا كي نهز لي كارتون نهزهم على حسب العدد اللي في السبيطار هذاك. واش اللي محتاج فريمون 100% انه يستعمل الاليات هذيا. اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك وتنقلنا وثبتنا على عين المكان وشفنا اللي بالحق بعد الناس معناتها لابسه غيرمون الاقنعه الواقيه هذوما اللي احنا وفرناهم والحمد لله، معناتها لقات اقبال كبير. دونك احنا اوتوماتيكمون كي نعملوا مبادره نهبطوا على لي ريزو سوسيو والناس تشوف، دونك يتصلوا بينا هكاك السبيطارات. ايوا الحمد لله اليوم على نعمه الفيسبوك واللي ريزو سوسيو رغم الدور سلبي نوعا ما اللي قاعد عباد تسوق فيه في الإشاعة كما كنا نحكيهم بكري على الإشاعة، لكن فما ناس اليوم قاعدة تخدم بالريزو سوسيو وقاعدين يجيبوا في فايدة لتونس. أول حاجة نحكيوا على الأقنعة ونشوفوا هذوما اللي فيهم الصور هذوما المزيانين اللي تاع الصغيرات، أكيد حتى الصغيرات راهو انتبهوا تو يقول لك ما صار بيشريوا لي واحد، قد تعرف نفسية الصغير قداش تحبهم ونحييكم عليها هذه. لكن الحاجة اللي جلبت انتباهي إنه الماسك نتاع الغطس تحول إلى آلة تنفس اللي هو متروك على جنب اللي كان ينجم يكون ديشي ويتلوح. كنا نشوف اليوم نستثمروه في اقوى حاجه تنجم تنقذ المريض اليوم ولا تنجم تحمي الطبيب. احكي لي على المبادره هذه. شوف هو احنا خلطنا خلوط على الكورونا، معناتها فما ناس سبقتنا. هذه المبادره بدات ديجا في ايطاليا وبدات في فرنسا. داكورد دونك يزون ديجا ترانسفورمي لو ماسك هذايا اون ان ريسبيراتور للاطار الطبي، معناتها هو كي يبدا كونفرونتي كيما تشوفوا فيه هنايا معناتها يحمي كامل الوجه. صحيح. جوست حاجه برك احنا عملناها في المستوى نتاعنا اللي زدناها اون بيس دو راكوردمون اون بيس دادابتاسيون. باش تهزوا في يدك انت تحب وهيبه. بيان سور. اون بيس دادابتاسيون. ولينا تعمل ديمونستراسيون باهيه. فوالا القطعه هذيا احنا عملناها اون امبريسيون 3D. هذيا تونسي تونسي. هذيا تونسي هذيا القطعه، دونك هذيا سان برودوي بيان سور جاي من برا. موجود. ويتباع هنا في تونس. وهذيا القطعه خدمناها نحن اون 3D. باش نجمو نحطو فيها هل الفيلتر هذايا اللي يخول الطبيب باش يتنفس هواء نظيف، دونك يبدا كونفرونتي ديريكتومون مع المريض اللي يحمي له وجهه الكل والهواء اللي يدخل له اترافير هالفيلتر هذايا يدخل له نظيف من غير ساعات البافيت ما تكفيش. ساعات البافيت ما تكفيش فما تسربات، معناتها نشوفوا برشا الطب لطف عليهم الضرب معناتها ولا اطار شبه الطبيب. افكتيفمون. دونك هذه تحميه 100% هذه 100% تحميه يخدم في ظروف ارتاح. اكزاكتومون. هو نفسه نجمو نستعملوه ايجالمون للمريض. ايوا اون كا ديكستريم اورجونس ديما احنا نسميوها لو سيستيم 3D. دونك سيستيم دي التنفس هو اهم حاجه تنجم تنقذ المريض في الوقت. ونعرفوا احنا اليوم اللي سبيطاراتنا ناقصين دي ريسبيراتور وناقصين دي زاباري دو ريسبيراسيون، دونك العدد نعرفوه. دونك قلنا نحنا علاش لا ايجالمون كيف كيف زاد مش احنا راهو بدعناها الفكره هذه لا ديجا كومونسي في ايطاليا وبدات ديجا في فرنسا. دونك احنا جوست وفرنا وطبعنا هاللي بيس دو راكوردمون هذوما للمريض وللطبيب اللي كونفرونتي ديريكتومون للمريض. واضح، معناتها هذه وسيلة حماية الحقيقة باهية برشا. دونك انتم قداش توفروا تقريبا كمية؟ شوف بار لا ميم اوكازيون انا نحب نشكر العبيد اللي عطاتنا لي ماسك. هذا هو نحب نشوف شكون تبرع شكون اللي عاون هالمبادرة الطيبة. أهم حاجة الحقيقة في هذا الكل اللي الناس وقت اللي احنا اون في ابيلو دون صغيرات عندهم لي ماسك نتاعهم، ناس توينسا دي زيترونجي بالحق فما شكون حتى اللي ما عندوش شري اون لين وبعثهم لنا وصلونا حتى يعني نحب نحييهم ونشكرهم بالحق، معناتها حسينا روح التضامن في تونس وناس الخير موجوده والحمد لله. الحمد لله يا ربي نشوفوا يعني توينسا مش في الماكله كهو في التبرعات وفي المواد الغذائيه، نشوفوا باش قاعدين يتبرعوا معناتها باش نصنعوا الات التنفس هذوما. نمشيو للي ماسك. احنا اللي ماسك ساهل برشا، بدينا بحاجه سامبل على الاخر، بدينا خممنا في الاطار الطبي نخدموا فيها بالتكنيك 3D لامبريسيون 3D
اللي هي الماتيغ نتاعها هذه امبورتي، دونك بالوقت تنجم تقع فيها بينوري، تنجم تقع فيها مونك. ايوا تنجم تكون ما عادش فما. هذه الاشكاليه الكبيره في الاقمشه، في برشا مواد اللي هي فريمون نحتاجوها للتصنيع، واللي هي بيدها نستعملوا فيها لا بيس دو راكوردمون، هي هذه اللي هي بلوز امبورطون، ما نجموش نعملوها اوترومون. أيوة. هذه أيوة. دونك شخممنا استعمل عملنا اون اوتر ماتيير، دونك سي ان اوتر موديل طورناه. هذايا اولا لا كادونس، هذايا باش يقعد تخرج قناع يحب لك ساعتين، هذايا لا كادونس نجم تخرج في النهار 200 150 300 قناع، اسرع برشا باش تكون عندنا التيم تاعو يشد معناتها كيف كيف يعني كيف كيف, 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 كيف. وعلى فكره الكلهم يتعقموا هذا اللي حبيت نسألك فيه، انه يتعقموا مش معناتها الاستعمال مره بركه وتوه، لا يتعقموا في او جافيلي او سامبل على الاخر افون لوتيليزاسيون بربع ساعه، يتعقموا يشيح يمسح يحب كيما هو ويعاود يلبسوا، يا اوكان بروبليم. بعد بيان سور جينا طلب نتاع سبيتار صغيرات باب سعدون. ايوا اللي هي حاجه اكسبسيونيل وحساسه برشا، لهم صغيرات يكونوا اكزاكتو، خاصه كونه صغير ما يحملش عوارض المرض، ينجم يكون يجي على حاجة أخرى، ينجم يكون بوزيتيف كوفيد 19 لكن ما يحملش العوارض نتاع الفيروس. دونك بيان سور بيان ايفيدامون سبيتار باب سعدون سارعوا كلمونا، قالوا لنا راهو احنا مستحقين حماية، مستحقين هالأقنعة الواقية اللي توفر فيهم. هذوما الأطباء، هذوما الأطباء للأطباء. دونك احنا وقتها خممنا الحقيقة، قلنا معناتها لازم تروفي اون سوليوشن باش صغير يتعامل مع الطبيب اكثر اريحيه، خاطر بالقناع الواقي هذيا اكيد لازم يتصدم مع البافيت. ايوا يخبي الملامح نتاع الطبيب، كان ثم ضحكه خاطر حتى الطب كيتعاملوا مع الصغار راهو فما ان اوتر سيستيم، معناتها بالضحكه دونك لي غريماس تاع وجهه باش يتخباو الطبيب. دونك جسدنا هالضحكه هذيا فيها لي بيرسوناج هذوما لوديك اللي يعرفوهم الصغيرات ويحبوهم حركه، حسيلو لقات اقبال كبير على الاخر، ولقينا معناتها اتصلوا بينا من كامل تراب الجمهوريه من لي سيرفيس بيدياتريك، والحمد لله يا لابوراتوار كي فا بروندر اون شارج براتيكمون 5000 بيس من هالاقنعه هذوما باش يوفرهم كل لي بيدياتر لي موجودين في كامل تراب الجمهوريه، والا باش يعمل كاريمون التصميم وباش يصنع معناتها هو يفا فينونسي توت لوبيراسيون. تحيه كبيره ليه. فين موجود لابوراتوار؟ موجود في تونس، سي ان لابوراتوار ماعرفش نجم نسميه لابوراتوار، هو نتاع حليب نتاع صغيرات فارماليس. ايوا لابوراتوار، دونك باش يوفر كامل تراب الجمهوريه الاقنعه هذوما نتاع لي بيدياتر. بارك الله فيهم، قداش حاجه تفرحنا، قداش معناتها التونسي محلاه بالحق، خاطر الصغار معناتها نعرفوا اللي هما النفسيه نتاعهم هشه، اي حاجه تنجم تصدمو، مش كيما انت تعيش كبير تعيش الوضعيه، مش كيما يعيشها الصغير، يظهر لي هذايا خليها كشيره على طبيب عامل جو. ابسوليمون ابسوليمون دير معناتها اون اون فيدباك حتى من التيران بعد ما وزعنا هذوما، خاطر احنا تري سوسيو، سي فري كو لينيسياتيف جات فكره، لكن ابري سور لو تيران سور لو كوتي براتيك اون تري معناتها اكسيتي بور سافوار شنو هو لو فيدباك، سا يو ان فيدباك تري تري بوزيتيف. انت رحت مطلفه نتاع الصباح، قلت لي البارح مطلفه نتاع الصباح بيتي نركبوا، خاطر عندنا اون ليفريزون اجوردي، دونك وحنا على فكره اون دو بيرسون معنا. حبيت نسالك، عندكم فريق يخدم معاكم؟ عندكم ناس متطوعه تخدم معاكم ولا لا؟ مش فريق كبير، فما العبد لله، فما قاسم بن رخيس اللي هو شريكي، وفما خونا ناد خونا زاهر منصور اللي هو ديزاينر برودوي واللي هو قاعد يخدم لنا في هال لي تصاور هذوما، وهو اللي يقص لنا، عندهم اون ماشين في لاتولي نتاعهم يقص لنا فيها لي فيزيير هذوما باش نجموا احنا نوفروا اكثر عدد. الاحساس بالعمل التطوعي وقت اللي تعمل حاجات وتحسها تلقى صدى، خلينا نمشيو للجانب المبدع، صحيح فيه تعب، صحيح فيه مجهود كبير، صحيح ما ترقدوش انكم تتعديوا بغسرات تحبوا اكثر ماتيريال تخدموا به وكل، لكن المتعه اللي تلقاها، خلينا نمشيو لك الجانب الروحاني المزيان اللي كل ازمه اكيد انها تخلف حاجه باهيه. تعرف شنو هي المتعه؟ المتعه كي نوصلوا للسبيتار ونشوفوا البهجة والضحكة اللي في وجوه الكور ميديكال، تحس معناتها تقولش علينا درجة شنو جبنا لهم، احنا بيدنا ساعات نحشموا على رواحنا وينقذوا في الناس ويحسوا فما شكون ينقذهم. اكزاكتو، نشوة كبيرة وشيخة كبيرة، ما عندكش فكرة، ما نجمش نوصفها لك بالحق، معناتها هذاك هو في الآخر بالكل. كيحس روحه هو بيان انتوغي، كيحس روحه هو يزيد يقدم أكثر.
يزيد يعطي اكثر يحس الناس حاسه بيه وبمجهوده، خاطر اخي بحاجه في حياه الانسان النكران، انك تعمل مجهود، انك تخدم وتلقى الناس ناكره للجميل. انا ساعات يسبوا اطارات والا معناتها تكون فما انتقادات، نقولوا احنا تكون قاسيه شويه ما تعجبنيش، نقول علاش معناتك الانسان يعمل في مجهود، يقول لك لا واجبه. اي يا سيدي واجبه، اما هو معرض لنختار راهو، معناتها واجبه يؤدي وقت تتوفر له لينهم الكل، مش ناس تخدم اغناهم معناتها رغم هذاك يخدم هكا ولا وهكا. سليمان هذا هو، انا جزت في الجانب هذا نحب نقول لك حاجه اي سي تري امبورطون دو لو دير. احنا وقت اللي بدينا المبادره نتاعنا احنا لنا اسوسياسيون ولا عندنا غطاء، معناتها زوز من الناس مواطنين توانسه تخدموا على رواحكم، كنا نخدموا على رواحنا دونك اون اي دي تونسيون، ما عندكش فكره معناتها سي تري سامبل، معناتها فما شكون يحب يحط العصا في العجله، فما شكون مي اون دي باسي سا، اعطانا اكثر قوه بالعكس، معناتها ما خليناش نوخروا، خلينا نتقويوا اكثر وخلينا نواصلوا، والناس دعمتنا دعمتنا باللي دون، دعمتنا بالماتيغ بروميير، دعمتنا فما شكون اللي عملوا دي جيست كل قدير وقدر باش ينجموا يعاونوك في المبادره هذه. خليني نعرف رايك، شنو المبادرات اللي جلبت انتباه في تونس للشباب التونسي؟ كل اكيد قاعدين نتبعوا شنو الحركيه نتاع الشباب لاختراع، وقلت انا بكري راه يلزم خريطه الاقتصاد تتبدل من بعد الكورونا، ويلزمها ترتكز على الشباب نتاعنا هذوما اللي هو بالحق عندهم اختراعات كبيره واستثمارات كبيره، نجموا احنا نوليو سوق معناتها يتزود منها تتزود منها البلدان الاوروبيه وغيرها. قل لي شنو هكا الحاجه اللي قاعد في بالك؟ شوف احنا كل يوم احنا منع الفيسبوك، كل يوم تشوف مبادره جديده، نفرح كي نشوف حاجه جديده، نبربش نفهم، نحب ندخل معاهم كونتاكت بور كومبروندغ دو كوا يساجي، ونجموش نوفروا في ساعه تري رابيدمون. أيوة. كل يوم نشوفوا الحقيقه، واللي فرحني اكثر كونه سي ايتوندو على كامل تراب الجمهوريه. معناتها قبل كنا نشوفوا حاجات في وسط العاصمه، كنا نشوفوا حاجات في 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 بلايص معينه. اليوم فما دعم قاعد يصير للجهات هذوما، اي سي تري امبورتون. اليوم لا ديسنتراليزاسيون تقوي في الجهات، معناتها اليوم وقت نشوفوا مبادرات خاصه في الجهات نفرحوا دوبلومون، نفرحوا اكثر، معناتها نحسوا اللي بالحق ناس مازالت تمن بقدراتها، ناس ما فقدتش الامل. دونك جو برون نوتامون فما مبادرات اخرى صنعوا كيف كيف وقيات في جهاتهم، سي تري امبورطون باش ينقصوا على على جهات على الدوله. اكزاكتومون. أيوة. فما شكون عملوا صنعوا دي تونيل دو ديزانفيكسيون، كيف كيف مهم جدا لو تونيل دو ديزانفيكسيون، احنا بدينا نخدموا عليه، كي شفنا فما مبادرات اخرى بدات تخدم عليه قلنا خلينا احنا اون سو كونسونتر سور اوتر شوز. دونك فما برشا حاجات اللي هما متوجهه جوستومون باش نحميو الناس من هالفيروس هذايا، متواجده على كامل تراب الجمهوريه. فما كيف كيف اباري دو ريسبيراسيون عمروها لي جون نتاع لينيزو سوسه، نشجعهم ون ونشكرهم برشا برشا بالحق، لهم وليدات مازالوا كي دخلوا يقراوا بروميير اني ودوزيام اني، صحيح شجعتهم الدوله، صحيح شجعوهم الاطارات نتاع ليزو، لكن المواهب هي تجندوا 24/24 وبالجمعه وبال 15 يوم ما يروحوش لديارهم. نحب نحييهم بالحق، معناتها تحيه كبيره، ونشجعهم باش يواصلوا المبادرات هذوما نتاعهم. تحيه لهم اكيد، وحاجه تسرنا برشا وحاجه تهزنا برشا مورال، ونعرفوا اللي احنا محميين ببعضنا ومحميين بهالعقول النيره هذه اللي قاعده تخترع اليوم التونس. وهيبه اخيرا، اللي يحب يتصل بكم، اللي يحب يتبرع لكم، اللي يحب يعاونكم، فين ينجم يلقاكم؟ سهل برشا، احنا الانيشيتيف نتاعنا موجوده على الفيسبوك، سا سابيل انيشيتيف ستوب كورونا ويز لوف. دايوغ احنا سميناها ويز لوف على خاطر ما نجموش نعملوا حتى شيء بلاش حب. الحب يعني قاوموها الكل، الكورونا. اكزاكتومون. حبنا لبعضنا، بخوفنا على بعضنا. اكزاكتومون، بخوفنا لبعضنا، على بعضنا، بحبنا لبعضنا، نجموا نواجهوا بحول الله سميع العليم هالكورونا هذيا. ان شاء الله. رقمي بيان سور ما عنديش مشكل، جو بو لو دوني، جو ني اوكان بروبليم. أيوة. 50 095 15 تصلوا بنا في كل وقت، واحنا ايدينا محلوله للي يحب يعاوننا حتى بالمبادره، اللي يحب يعاوننا حتى باللو ماتيريال، اللي عنده دي ماسك كون بو فورنير، اللي عنده اي حاجه، احنا عندنا لي زوتوريزاسيون نيسيسير باش نتنقلوا، باش نتحركوا، باش اون ليفر على كامل تراب الجمهوريه. تراب الجمهوريه، تعاود لي الرقم 50 095 115 115. وبعد الحصه راكم تلقاوها هابط على اليوتيوب، معناتها الناس اللي ما وصلش انه ياخذ المعلومه كامله تنجموا ترجعوا تتفرجوا يعني في المداخله نتاع وهيبه، وتنجموا تعاونوا اذا كان عندكم دي ماسك قدم، عندكم حاجات مستغنين عليهم، وشفتوا اللي وهيبه وقاسم قاعدين يستعملوا فيهم باش يصنعوا بهم هالواقيات هذيا، تفضلوا يعني اتصلوا بهم وعاونوهم. وهيبه انا نقول لك يعطيك الصحه، نقول لك شكرا ليك، تحيه ليك وتحيه لقاسم اللي رافق جاي معاك، وان شاء الله يا ربي المبادره نتاعكم تلقى اكثر رواج وتلقى اكثر يعني مفعول نتاعها بالنسبه للناس اللي باش توجههم. شكرا ليك.
وميرسي. ميرسي افو عايشه. ميرسي افو. حبيت نطمنكم على الوافدين من راس جدير مع براس جدير. تعرفوا لي احنا تبعنا مع مكي المواطن اللي موجود غاديكا كان على عين المكان، والحمد لله انه بشرني انه فما 200 دخلوا وفما 200 اخرين فما اجلاء، يعني كل مره 200 باش يدخلوا لتونس ويكونوا متواجدين في بلادهم. ديما نذكروا بالناس اللي قعدوا غاديكا، بربي ما تنساوهمش.